في عهد الخليفة عمر بن الخطاب استطاع المسلمون فتح العراق وتحريرها من الاستعمار الفارسي. هرب يزدجرد ملك الفرس من المعركة وخلف وراءه غنائم كثيرة جمعها المسلمون، وعاد الجيش لأول مرة بكنز من الجواهر والتحف بهرت أعين الناس. ولكن أكثر ما لفت أنظار المسلمين وقتها هن بنات الملك الهارب يزدجرد، الأميرات الثلاث التي وقعن في الأسر. وعاد بهن جيش المسلمين إلى المدينة المنورة. في منزله اجتمع محمد بن أبي بكر الصديق بصديقيه عبد الله بن عمر بن الخطاب والحسين بن علي بن أبي طالب. لا حديث للناس في المدينة إلا عن الأميرات الثلاث بنات يزدجرد. بالطبع يا محمد، إنها المرة الأولى التي يعود فيها الجيش ومعه أميرات أسيرات. قال الحسين بن علي: لقد هرب أبوهن وتركهن فوقعن في الأسر. سبحان الله، ثلاث آيات في الحسن والجمال، ولهذا أثرن غيرة نساء المدينة. قال الحسين: علمت أن الفاروق عمر قد طلب من أمنا عائشة رضي الله عنها أن تستضيف الأميرات الثلاث في بيتها. نعم، وقد أكرمتهن وأحسنت معاملتهن من اللحظة الأولى. هل تعرفان أين نحن الآن؟ نعم، صاحبة البيت هي أرملة نبي المسلمين. كيف يكون بيت نبيهم بهذا التواضع؟ يبدو أنهم أهل زهد لا ملك. الملك هذا ما ضاع منا منذ دخل المسلمون العراق وهرب أبونا منه. ولكن عائشة صاحبة البيت تعاملنا برفق وكأننا ضيوف كرام عندها. ليس هي فقط، كل المسلمين هنا يحسنون معاملتنا. لن نخدع أنفسنا، أحسنوا معاملتنا أم أساؤها نحن أصبحنا إماء، وأي فرد من عامة المسلمين يمكنه أن يشترينا ويتخذنا جواري عنده. المشكلة الأكبر أن نتفرق في بيوت ثلاثة ولا نجتمع ثانية. أي حياة هذه التي سنعيشها؟ كنا أميرات فأصبحنا إماء. دخلت أمنا عائشة وقد سمعت حوارهن فابتسمت وقالت لهن: لا والله، لن تصرن إماء بعد اليوم. ماذا تقصدين؟ قالت السيدة عائشة: قاضي المسلمين علي بن أبي طالب أعتق رقابكن من بيت مال المسلمين، وعادت كل واحدة منكن الآن حرة طليقة كما كانت قبل الأسر. في اجتماعهم في المسجد النبوي سأل الحسين أباه: لماذا أعتقت الأميرات الأسيرات يا أبي؟ فقال علي: لقد كنا في عزة في غير الإسلام، ولا يصح أن يعشن في ذل في دولة الإسلام، يجب أن يرين عزاً في الإسلام أكثر مما رأينه في غيره. حقاً، دائماً نتعلم منك يا ابن عم رسول الله. ولكن هل رجعت إلى الخليفة عمر في ذلك الأمر؟ قال علي في ذكاء: بارك عمر ما فعلت، رغم أنني لم أرجع إليه قبل أن أحرر الأميرات الأسيرات. ولماذا لم ترجع إليه؟ قال علي: لأن الأمر يخص قضية العدل، وأنا قاضي قضاة المسلمين والمسؤول الأول عن العدل في دولة الإسلام. بارك الله فيك، لقد أحسنت إلى هؤلاء الأميرات وأثبتت لهن أن الإسلام دين عزة وكرم وإحسان. قامت صداقة بين الأميرات الثلاث وأم مصطح خالة السيدة عائشة. تفضلنا الطعام، شاركتني أم المؤمنين في صنعه. شكرا لك يا أم مصطح،
ولكن لماذا تنادون السيدة عائشة بأم المؤمنين؟ هكذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم. عرفنا أن النبي تزوجها وهي في سن صغيرة. هذه حكمة الله، كي تعيش بعده سنين طويلة وتحكي للناس كل ما رأته من أفعاله وسمعته من أقواله عليه الصلاة والسلام. وما هو أكثر ما أحبته في النبي؟ تقول عنه دائماً: إنه كان صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي على الأرض، وكما قال عنه رب العزة جل جلاله: إنك لعلى خلق عظيم. ولكننا في دهشة من أمرها، بقينا في بيتها فترة طويلة ولم تدعونا إلى الإسلام. دعتكما بأفعالها لا بأقوالها. الحقيقة لم نتوقع منكم هذه المعاملة الكريمة منذ وقعنا في الأسر وحتى تم تحريرنا. قولي لنا يا أمنا، ماذا يقول المرء حين يريد الدخول في الإسلام؟ هنا دخلت السيدة عائشة وقالت لهن: من يريد أن يدخل في الإسلام فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. كنت بعيد النظر يا إمامنا عندما أعتقت الأميرات الفارسيات. نعم، فقد أسلمنا جميعاً ليلة أمس على يد أمنا عائشة رضي الله عنها. قال الحسين بن علي: ذلك لما رأينا من خلق الإسلام وعزته. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: الحمد لله الذي هداهن إلى الإسلام وعوضهن به عن ملكهن السابق. ولكن ماذا بعد أن تم عتقهن وإسلامهن؟ كيف سيعشن بين المسلمين ويتم دمجهن في مجتمع الإسلام؟ قال الإمام علي: لا بد للحرائر من الزواج. نعم، عندما يتزوجن منا يفهم المجتمع كله معنى التعايش، ويصبح من المقبول أن يتزوج المسلمون من الأجنبيات، خاصة اللاتي أسلمن منهن. تقصد أن تتزوج الأميرات الفارسيات من عامة المسلمين؟ قال الحسين: لو تزوجن من العامة ربما أذلهن أزواجهن. نعم، ولربما طالب واحد من العامة بحقه في عرش يزدجرد بعد أن تزوج ابنته. قال الإمام علي: هؤلاء الأميرات السابقات لابد أن يتزوجن بأبناء كبار الصحابة وأغنيائهم، حتى لا يحرمن من العز الذي تمتعن به في كنف أبيهن قبل الإسلام. نظر أبناء الصحابة الثلاثة إلى بعضهم نظرة ذات مغزى، وفهموا أن الإمام علي يريد منهم أن يطلبوا الزواج بالأميرات الثلاثة. حمداً لله على سلامتك يا حبيبتي. سلمك الله يا زوجي الحبيب، انظر إلى ابننا يشبهك كثيراً. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ماذا سنسميه؟ القاسم، على اسم ابن رسول الله الذي مات في حياته صلى الله عليه وسلم. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. جده لأبيه هو أبو بكر الصديق، خليفة رسول الله، وثاني اثنين إذ هما في الغار. وجده لأمه هو يزدجرد ملك الفرس. هل ستسميه سالم؟ نعم، على اسم سالم مولى أبي حذيفة، صديق أبي عمر بن الخطاب. لقد قال فيه أبي: والله لو كان سالم حياً لوليته الخلافة من بعدي. سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. جميل اسم ابننا يا زوجي العزيز، زين العابدين
ابن الحسين، جده علي بن أبي طالب، وهو ابن حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كبر الأحفاد الثلاثة سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وزين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. تفقهوا جميعاً في الدين، وصاروا من أئمة علماء المسلمين، ومن فقهاء المدينة السبعة الذين انتشر علمهم إلى كل الدنيا، وكان أساس المذاهب الفقهية الأربعة التي يسير عليها المسلمون حتى يومنا هذا.